السلام عليكم شباب تالتة ثانوي، إن شاء الله النهاردة ده آخر فيديو معانا في الداينامكس. هنراجع عليه إن شاء الله تشابتر 4 كاملا، اللي هو الورك والباور والإنرجي وكل بقى ما يخص تشابتر 4 تماما إن شاء الله. الأول هنعمل مراجعة سريعة، بعدين هنبدأ نحل أسئلة على التشابتر بإذن الله. أول حاجة في تشابتر 4 عندنا الورك يا شباب. طب بداية كده هندرس الورك done by a constant force. ركز في فرق بين هي constant force ولا variable force. طيب عامة الورك دان دايما علشان تحسب الورك بنعمل F dot S يعني الفورس بتاعتك اللي بتحرك البادي في الديسبليسمنت اللي اتحركها البادي ده، نعمل الاتنين دول multiply بعض يطلع لي الورك دان. طيب احنا كلنا عارفين ان ممكن نفك الدوت برودكت نورمال F في نورمال S في كوساين الانجل ما بينهم، يعني اف كوساين ثيتا في الاس اللي هي الديسبليسمنت ماجنيتيود. طيب ذا ورك از ا سكيلر كوانتيتي، ات مي بي بوزيتيف نيجاتيف اور زيرو، عادي جدا الورك يطلع اي اشاره. لو الانجل بتاعتنا اكيوت اللي ما بين الفورس والاس يبقى الكوساين ثيتا كوساين ثيتا بيبقى بوزيتيف يبقى الورك بوزيتيف. طب لو الانجل اوبتيوس طبعا يبقى كوساين ثيتا بالنيجاتيف فيبقى الورك نيجاتيف. طب كلام جميل جدا. لو ثيتا 90 the force F is perpendicular to the displacement S، طب ما هي كوساين ال 90 بزيرو يبقى ساعتها تقول له الورك ايكوال زيرو. يعني لو انت في بادي بيتحرك كده وجي قال لك هات لي الفورس هات لي الورك دان باي ذا ويت، طب كده perpendicular على اتجاه الحركه 90 تبقى زيرو على طول من غير ما نفكر. طيب لو الثيتا بزيرو يعني الفورس in the same direction of the displacement هتبقى كوزين الزيرو بون يبقى الورك equal F في S. طب لو الانجل 180 يعني opposite direction للdisplacement ان الفورس يكون عكس الdisplacement، طب ما كوزين ال 180 بنيجاتيف 1 يبقى الورك هيبقى نيجاتيف F في S. The magnitude of the work done by a force is independent on the pathway which the body takes from initial point to the final position because it depends only on the displacement AB. يعني يا جماعة أنا ماليش دعوة البارتيكل اتحرك ازاي ولا الورك يتأثر بيه، كل اللي انت بتدرس من الستارتنج بوينت للاندنج بوينت حتة واحدة displacement. طيب if a particle moved from a certain position and it returned back to the same position then the work done by the force during the path equal zero، عشان طبعا انت رحت ورجعت يبقى displacement بزيرو F dot zero تطلع زيرو. طيب كلام جميل جدا. نقدر يا جماعة نقول مثلا لو انت عندك الفورس عاملة inclined على البادي بتاعك وعلى اتجاه الحركة اكيد بنعمل resolve، يبقى ساعتها لما يقول لك the work done by the force مش هتقول F في S، هتقول F كوساين ثيتا في S. ما هو يا جماعة الورك إيكوال F في S، ال F دي هو اللي هيقول لك ورك دان باي مين. طب هنشوف كده اللي بعده. لو قال لك ذا ورك دان باي ذا ريزيستنس أكيد الريزيستنس عكس اتجاه الموشن تبقى نيجاتيف R في S. طب ذا ورك دان باي ذا ويت لسه قايلينها الويت perpendicular على اتجاه الموشن يبقى زيرو. طب the work done by the resultant force يبقى نعمل motion minus anti motion multiply S فتبقى F cosine theta minus R ودي كده كأنها الفورس multiply S اللي هي displacement يطلع لك ال work done by the resultant force. بعدها بيقول لي if a body of mass M fell vertically downward a distance S، البادي نازل لتحت مسافة S يبقى الورك دان باي ذا ويت. طب ما هو الويت أصلا ام جي وفي اتجاه الحركة يبقى الورك دان ساعتها ام جي لكنها الاف في الاس اللي اتحركتها. أما لو قالك إن البادي بروجيكتد أبورد يعني البادي أنا حدفه لفوق ومسافة S وبيقول لك الورك دان باي ذا ويت، طب يا جماعه ما هو الويت كده عكس اتجاه الحركه فيبقى ساعتها الورك دان نيجاتيف ام جي في الاس.
طب if a body of mass M fell down on a sandy soil to penetrate inside eta distance S. لو انت عندك body وقع في رملة واخترقها شوية كده مسافة S. طيب لو قال لك الورك دان باي ذا ويت، طبعا كده الويت لتحت واتجاه الحركة لتحت يبقى ام جي في اس. طب باي ذا ريزيستنس تبقى نيجاتيف ار في اس. لو قال باي ذا ريزيستنس عشان الريزيستنس عكس الموشن. اما لو قال اجينست ذا ريزيستنس يعني كأن مع اتجاه الموشن تبقى بوزيتيف ار في اس. خلي بالك ورك دان باي ذا ريزيستنس نيجاتيف ار اس، against the resistance or S. طب اللي بعدها if a body of weight W moved a distance L on an inclined plane inclines على horizontal بانجل ثيتا ال work done by the weight. طبعا يا جماعة احنا بنعمل resolve فبيجي هنا W cosine ثيتا بيجي هنا W sine ثيتا، يعني component ال weight اللي بيأثر على البادي في الاتجاه ده هو W sine ثيتا. لو قال لك the work done by the weight of the body يبقى positive or negative على حسب الحركة W sin theta في L أو S اللي هو المسافة اللي اتحركت. ال positive sign لما يبقى البادي descending downwards، ال negative لما يبقى عكس اتجاه الويت يعني لو طالع لفوق ascending upward. طيب كلام جميل جدا جدا جدا. بعدها شباب ال work done بقى by a variable force، مش احنا عرفنا ان ال work F في S ده لو ال F constant. طب لو ال F variable اكيد هتقول لي يا مستر يبقى integration F دي S من position لposition النهائي بتاعه. طيب لو جات لي في جراف قلنا قبل كده كلمة السر في الجرافات ابص مين ال X axis ومين ال Y axis. اول ما تلاقيها F S تقول لي يا مستر ده انا اقدر اطلع لك ال work. ال work done by the force يبقى integration F دي S، وكلنا عارفين ان الانتجريشن على الجراف يعني الاريا اندر جراف مع الاكس اكسس. حلو قوي. لو احنا عندنا يا جماعه if a part of the shaded area drawn above x axis والاذر بارت below x axis، كلنا عارفين ان المفروض الورك يبقى انتجريشن اف دي اس من a ل b، فهتبقى اريا 1 ماينس اريا 2، يعني اللي فوق الاكس اكسس بوزيتيف اللي تحتها نيجاتيف. طيب if the force F is constant كلنا عارفين الانتجريشن F دي S يطلع لي الورك. طيب ال F constant ممكن اطلعها بره الانتجريشن فبقت F integration من A ل B دي S. طبعا الانتجريشن الدي S تطلع S مره هيعوض بال B ومره بال A فبقت F في B minus A اللي هي كانها يا جماعه length by width اللي هي area الريكتانجل. طب حلو قوي. Unless the direction of the force is parallel to the direction of motion we find the component of the force in the direction of the displacement اللي هو F cosine theta لما قلنا عليه. حلو، يبقى ال work done integration ال F ds. لو ال curve of the force below ال x axis يبقى الإجابة بتبقى negative area، هي دي الانتجريشن يطلع الورك ده. مش احنا قلنا الورك ممكن بوزيتيف ممكن نيجاتيف ممكن زيرو. طب الريليشن بتوين اليونتس اوف ميجرنج ورك، كلنا عارفين يا جماعه اهم حاجه في ميجرنج الورك هو الجول. طب تعالى كده نقول هو مين الجول. الجول هو نيوتن دوت متر او وات دوت سكند. طيب لو انا مديهالك كيلو جرام ويت دوت متر بتضرب في 9.8 عشان تبقى جول. طب لو انا مديها لك جول وعايزها كيلو وات دوت اور بنعمل ديفايد 36 تايم 10 باور 5. ديفايد 36 تايم 10 باور 5 عشان الجول هي وات دوت سكند، الكيلو وات ب 1000 وات يعني 10 باور 3، الاور 3600 سكند. فلو من كيلو وات اور لغايه الجول اللي هو وات سكند تعمل باي 36 تايم 10 باور 5، لو العكس ديفايد 36 تايم 10 باور 5. طب من جول لارج اللي هو داين دوت سنتيمتر بنعمل ملتبلاي 10 باور 7. جت منين؟ من نيوتن لداين تايم 10 باور 5، من متر لسنتيمتر تايم 10 باور 2، اجمع الباورز يبقى تايم 10 باور 7. اما من كيلو جرام ويت دوت متر لجرام ويت دوت سنتيمتر من كيلو جرام لجرام 10 باور 3،
متر لسنتيمتر 10 باور 2 يبقى تايم 10 باور 5. طيب اتفقنا خلاص الجول والارج والكيلوجرام ويت دوت متر. بعدها يا اساتذه كنا دخلنا على الانرجي، عندنا الكايناتيك انرجي والبوتنشال انرجي. قانون الكايناتيك انرجي تي ايكوال هاف ام في سكويرد، التي هي الكايناتيك انرجي، الام الماس اوف ذا بودي، الفي هو الفيلوسيتي او الماجنتيود اوف ذا فيلوسيتي. اما البوتنشال انرجي بتاعت a particle of mass m moving on the line of greatest slope of a smooth inclined plane when it's at a height h above the ground mgh. يعني يا شبابنا تعالوا نكتب بره كده، قانون الكاينيتيك انرجي half mv squared، قانون البوتنشال انرجي mgh. الام ده الماس، الجي الجرافيتي اكسلريشن يعني ده كده الويت، الاتش هو الهايت above the ground surface، يطلع البوتنشال انرجي. من اهم واقوى قوانين الداينامكس كلها اللي ممكن يحل لك معظم اسئله شابتر 2 كمان هو القانون الجميل ده، the change in kinetic energy of a particle when moving from initial position to a final position is equal to the work done by the force acting on it during the displacement between these two positions. من الاخر القانون بيقول T minus T node equal work done. T minus T node هو اللي change in kinetic energy، T هو الفاينل kinetic energy، T node هو الانيشال kinetic energy. لما نعمل T minus T node يديني الwork done، اي work done انت عايز تجيبه، work done by the force، work done by the resistance، against the resistance. القانون ده خلي بالكوا هيخلص لنا قصة كبيرة قوي. قبل ما ننقل عايز اعرفكوا كل فرق بين حاجتين، لو قال لك تشينج بيبقى السكند ماينس الفيرست او الفاينل ماينس الانيشال، هتبقى مثلا تي ماينس تي نود. اما لو قال لك لوس او لوست بيبقى الفيرست ماينس السكند، تي نود ماينس تي. فاحنا عندنا هنا تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان. طب نكمل القوانين التقيلة قوي والمهم. طبعا كده بيقول لك ان تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان اللي هي اف اف اس. زي يا جماعه الاسئله مثلا بتاعت الساند الرمله، لما البارتيكل بتاعي بيبدا يدخل جوه الرمله اقدر ساعتها اقول له تي ماينس تي نود، اخد دي سيناريو، ايكوال ورك دان. الورك دان بالبارتيكل بيبقى ايه؟ الويت ماينس ريزيستنس، فيبقى ايكوال ام جي ماينس ار في اس. طب البوليت الطلقه لما بتيجي تخترق حاجز خشبي مثلا، فبناخد نهايه الرحله مع بدايه الرحله، تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان. طبعا الورك دان بالطلقه مفيش فورس بيحركه بس في ريزيستنس بتاع الخشب، فيبقى نيجاتيف ار في اس. طيب من ضمن القوانين الثقيله جدا برضو، the sum of the potential energy and the kinetic energy is constant during motion under action of its weight only. يعني T plus P في أي وقت equal T node plus P node. يعني يا جماعة sum of energies constant T plus P equal T node plus P node. والأولاني T minus T node equal work done. أنا بجمع لك أهم قوانين. طب in case the motion under effect of set of vertical forces or on an inclined plane، ساعتها بنقول ايه؟ بنقول ان التشينج في الكاينيتيك انرجي بلس التشينج في البوتنشال انرجي ايكوال ذا ورك دان باي نون جرافيتيشنال فورس. يعني لو بادي موفز فروم اي تو بي فيرتيكالي اور اون ان انكلايند بلين، اقدر اقول التشينج في الكاينيتيك تي ماينس تي نود او تي بي ماينس تي اي، خليها تي ماينس تي نود عشان ما تزعلش، بلس ال change in potential energy P minus P node، كل ده equal ال work done يعني FS. الرول ده ممكن يتظبط لو قال لك ايه مثلا؟ لو قال لك هات لي ال loss in kinetic in potential energy. طيب لو ودينا ده الناحية التانية ودخلنا ال work done هنا، ده لو راح يبقى بالعكس P node minus P first minus second، يبقى ده lost in potential energy equal T minus T node اللي change عشان second minus first in kinetic، وده داخل minus ال work
done. يبقى يا جماعه اهم قوانين عندنا t minus t node equal work done, t plus p equal t node plus p node. طب لو في بقى resistance و work وكده يبقى t minus t node plus p minus p node لو انت vertical او inclined equal f s يعني ال work done. حلو. ال F دي طبعا يا جماعه هي resultant forces acting on the body except its weight وال S displacement. الكينيتيك انرجي از نون نيجاتيف كوانتيتي, لازم تبقى bigger than or equal zero. يونتس الانرجي هي نفس يونتس الورك. اللي تشينج ان كينيتيك ايكوال الورك دان باي ذا ريزلت ذا ريزلتنت فورس اكتنج اون ذا بودي. يعني تي ماينس تي نود قلنا هي هي الورك دان اف اس. تي ماينس تي نود طبعا اللي هي هاف ام في سكوير ماينس في نود سكوير عشان نفس الام. طب اللي تشينج ان كينيتيك انرجي ديو كولاجن ايكوال ذا كينيتيك انرجي افتر كولاجن minus kinetic energy before collision. عشان كلمة change يبقى after minus before, اما كلمة lost يبقى before minus after, وقلنا الكلام ده. اللي change in potential خلي بالك بقى ال P minus P node equal negative work done. خلي بالك انت عندك ال P minus P node هي equal ال T node minus T. خلي بالك من اللي بنقوله ده, لو P minus P node يبقى equal لو جبناها من هنا P minus P node, P minus P node equal T node minus T. طب هو الورك دان T minus T node يبقى الكلام ده negative الورك دان. يبقى لما يقول لك اللي change in potential يبقى second minus first P minus P node equal negative الورك دان by the gravitational force only but the change in kinetic energy equal the work done نفسه. يعني اللي change في الكينيتيك اللي هو T minus T node equal work done, لكن P minus P node negative work done. When a bullet is fired horizontally at a body, قلنا خلاص عليها دي, consists of two layers. The first layer of thickness S and resistance R1. Thickness S وresistance R1. And the second layer thickness S2 والresistance R2. ساعتها نقدر نقول T minus T node equal work done. T النهائية minus T node اللي بدأت بيها equal work done. عندك اتنين work done. هنا طبعا البوليت مش ماشية بموتور او بانجن بفورس, لا هي في بس resistance ضدها, تبقى negative R1 في S1 plus negative R2 في S2. القانون ده يخلص لك المسألة في سطر واحد بدل ما تحلها في سبع سطور. ليه؟ عشان الفورس أو الوحيدة اللي مقابلة البوليت هي الريزيستنس. طيب in the case of moving a body from the top of an inclined plane downwards against a resistance. بص دي اللي احنا قلناها من شوية, البوتنشال ات ذا توب ايكوال الورك دان اجينست ذا ريزيستنس بلس الكينيتيك ات ذا بوتوم. لو انا عندي انكلايند اهو, البوتنشال ات ذا توب هو هو الكينيتيك ات ذا بوتوم بلس الورك دان اجينست ذا ريزيستنس. طيب ان ذا كيس اوف بروجكتنج ا بادي فروم ذا توب ابورد على انكلايند بلين ذن ات بيكيم ات ريست انستنتانيسلي at the top of the plane, then the kinetic energy of the bottom equal the work done برضو against the resistance plus the potential at the top. طيب جميل قوي. اخر حاجة عشان نبدأ نحل هي الباور. الباور يا شباب هو rate of change او rate of doing work, يعني الورك done by time unit. من الاخر هي derivative الورك. الباور equal derivative الورك. طيب لو الاف بتاعتي كونستانت فهتبقى دريفاتيف الورك اف اس. لو الاف كونستانت تطلعها بره, دريفاتيف الاس وذ ريسبكت تو تي تطلع في. يبقى انت عندك لو الفورس كونستانت يبقى الباور ايكوال اف في لو الاف از كونستانت. اما لو الاف فاريبل يبقى تقول لي يا مستر ان الباور دي باي دي تي للورك او للاف اس.
اليونتس اوف ميجرنج باور. اول حاجه الوات، مين هو الوات؟ هو جول بير سكند او نيوتن دوت متر بير سكند. تاني حاجه الارج بير سكند اللي هي داين دوت سنتيمتر بير سكند. المهم بقى زي الوات، الهورس it's the power of the of a force doing work at constant time rate of magnitude 75 kilogram weight dot meter per second. طب التحويلات ازاي يا جماعة؟ الهورس عبارة عن 75 kilogram weight meter per second. الهورس عبارة عن 735 watt. يعني لو انت عندك هورس وعايز تحولها وات يبقى تايم 735، لو عندك وات وعايز ترجعها هورس ديفايد 735. طب هورس كيلو جرام ويت متر بير سكند يبقى 75. طبعا انت عارف لو كيلو جرام ويت متر بير سكند عايز تخليه نيوتن متر بير سكند او وات بتضرب في 9.8، فانت ممكن لو عندك ده تحولها 9.8 بقت وات ديفايد 735 يدي لك الهورس. الكيلو وات عبارة عن 1000 وات. طب الكيلو وات عبارة عن 10 باور 10 ارج بير سكند. اخر حاجة الوات عبارة عن 10 باور 7 لارج بير سكند. طيب طبعا بيقول لي يا جماعة الباور ده سكيلر كوانتيتي calculated at a certain instant while the work is calculated always between two time instants or during a certain displacement. When the magnitude of the force of the machine F is constant, يبقى الباور proportional مع ال V direct variation. As the velocity changes, the power changes by the same ratio. طب when a body moves with uniform velocity, then the power is constant, where the power equal FV. طب كلام جميل جدا. But if the motion of the body is variable, then the power is also variable. And the power at a given instant equal F times the velocity عند اللحظة دي. When a body moves with its maximum velocity يبقى F multiply the maximum velocity. الكلام ده يطلع لك the maximum power of the force of the machine. يعني لما يقول لك هات لي the maximum power of the machine تقول له F في V maximum. ده آخري خالص في الباور. ممكن اجيب اقل منها، اعلى منها مش هقدر. This is called the power of the machine. It's not necessary that all the power is used during motion. That means that F time V at any instant during motion will not exceed the maximum power of the machine, which is equal to it when V is the maximum velocity. يعني مش دايما الباور اللي بيتحسب هو power of the machine. Power of the machine بحسبه لما يبقى ال V بيبقى يا جماعة بيبقى ماكسيمم. طيب لما يقول لك هات لي الافريج باور if a force do work w in time interval t دلتا t اللي هي t2 minus t1، يبقى الافريج باور هو التوتال ورك على توتال تايم w على t2 minus t1. طيب احنا قلنا الباور هو ديريفاتيف الورك، اكيد يا مستر يبقى الورك هو انتجريشن الباور من T1 ل T2 dt. يبقى يا اساتذه لو انا لقيت في الجراف كاتب لي هنا باور وحاطط لي هنا T، فكر قبل ما تبدا السؤال. هتقول لي يا مستر باور وT، ما انا لو جبت انتجريشن باور dt يطلع لي الورك. انتجريشن يعني اريا اندر جراف. طيب حلو قوي يا شباب. اللي بعدها when the body moves with the maximum velocity in a horizontal straight line or when it's ascending or descending an inclined plane then the power is the same in the three cases. يعني انت ما دام ماشي بالماكسيمم فيلوسيتي بتاعتك الباور هو هو، بس انت وانت طالع مطلع الماكسيمم فيلوسيتي بتاعت العربيه غير وانت نازل، غير وانت ماشي هوريزونتال. بس ما دام انت جايب الماكسيمم فيلوسيتي في الثلاث حالات يبقى الباور هو هو في الثلاث حالات. طب if the rate of doing work is constant يبقى الباور equal work over time. It's better during solving problems the force is in unit of kilogram weight and the velocity in meter per second. ليه؟
عشان الباور ساعتها تبقى بالكيلو جرام ويت متر بير سكند، او عامل لها ديفايد 75 تطلعها بالهوس. طبعا لو حبيبها تضرب في 9.8 فهتعملها نيوتن دوت متر بير سكند، او تخليها وات، ساعتها تعمل ديفايد 735 عشان تبقى هوس. لكن لو اشتغلت كيلو جرام ويت متر بير سكند يبقى ديفايد 75 فقط لغي. طيب نبدأ يا جماعة الأسئلة، هننقي شوية أسئلة وهركز أكتر على الجرافات يا جماعة عشان دي اللي كان فيها تريكات في الامتحان السنة اللي فاتت. أول سؤال بيقول لنا إيه؟ A body of mass 2 kg is projected with velocity 2.8 meter per second from the top of an inclined smooth plane. البارتيكل ده اتحدف لتحت. Of the line of the greatest slope of the plane downward. If the kinetic energy of the body at the bottom of the plane 8 kg weight meter, then the height of the plane equal at A. طيب احنا جماعة عارفين ان sum of energies is constant، يعني T plus P equal T node plus P node. هو الراجل بدأ الحركة من هنا، يبقى هنا النود ونهاها هنا، فانت هتقول لي T هنا هو مديها لك ب 8 kinetic energy بلس البي هنا، مش البي ام جي اتش، ما دام وصلت الارض يبقى الاتش بزيرو، يبقى ده بزيرو، الهايت بزيرو، في اي حاجه تبقى زيرو. تي نود طبعا هاف ام اللي هي 2 في سكوير اللي هي 2.8 سكوير بلس بي نود ام جي اتش ام اللي هي 2 جي 9.8 في الاتش اللي انت بتدور عليها. جنابك هتحل طبعا الايكويجن، تحسب دول وتوديهم بالماينس مع الايت، وتحسب دول وتوديهم بالديفايد، يطلع لك الاتش 3.6 meters. القانون ده يخلص لك الدنيا كلها. طب question 2، A force of magnitude 7.5 kilogram weight acts upon a body and moves it in a straight line. If the velocity of the body at a certain moment is 36 kilometers per hour. يبقى الباور ريزلتد فروم ذا فورس ات ذيس مومنت كان نوت ايكوال كام؟ طيب اولا يا جماعه كيلومتر بير اور احنا قلنا نحولها لمتر بير سكند، ملتبلاي 5 اوفر 18 يطلع لك 10 متر بير سكند. انت كده عندك كيلو جرام ويت متر بير سكند، حلو قوي. انت لو جيت تحسب الباور بتاعك، الباور بتاعي اف في، الاف 7.5 في الفي اللي هو 10، طلع لي 75 ايه كيلو جرام ويت متر بير سكند. ده معناه ده اقصى باور ليا في الوقت ده، ما ينفعش اعديه. طب باينه جدا من غير ما نتكلم كتير، دي 80 نفس اليونت من غير حتى ما نحول او نشوف دول، دي 75 دي اقصى حاجه قدرت عليها كيلو جرام ويت متر بير سكند، ودي 80 اعلى منها، يبقى دي طبعا غلط. طب انت بقى لو عايز تحولها لوات هتقوم عامل ملتبلاي 9.8 تطلع لك 735 وات، فدي تنفع ودي اقل منها تنفع ودي 50 اقل من ال 75 تنفع، الوحيده الغلط هي بي. question 3، A particle moves in a straight line under the action of the force F, where F equals sine to S. قبل ما اكمل يا جماعة، F و S. طب ده انا ممكن يا مستر اعمل integration F دي S اجيب الورك. ما هو كده الF variable، الF بيتغير بتغير الS. قال لك الF بالنيوتن والS بالميتر. هو شفته بقى هو طالب الورك اصلا. Then the work done by the force F للبارتيكل موفز من اس 0 لاس باي اوفر 2. طب ما كده فعلا يبقى الورك، الورك المفروض اف اس، ده لو الاف كونستنت، لو الاف فاريبل يبقى انتجريشن اف دي اس، الباوندرز اللي هو قايلها من 0 لباي اوفر 2. يبقى طبعا يا جماعه انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين 2 اس اوفر ديريفاتيف الانجل، اوعى تنسى ديريفاتيف 2 اس ب 2، كل ده من 0 لباي اوفر 2، هعوض مره الاس بباي اوفر 2 واحسب، مره الاس ب 0 واحسب، وده ماينس ده
يطلع لي الإجابة 1 جول. عشان انت شغال نيوتن متر بير سكند يبقى الإجابة نيوتن دوت متر يبقى جول، فتطلعت الانسر 1 اللي هي دي. question 4 نركز فيه. A force of magnitude F نيوتن acted on a body of a constant mass. So the body moved in a straight line in the same direction of the force. اداني الفورس متقسمة لاتنين، مرة لو الاس من 0 ل 2، مرة لو الاس من 2 ل 5. كده يا جماعة الاف فيها اس يبقى فاريبل برضو. طلب مني التشينج ان كاينيتيك انرجي من 0 لحد ال 5. ايه يا مستر؟ تشينج ان كاينيتيك انرجي تي ماينس تي نود. طب يا مستر ما هي تي ماينس تي نود هي هي ورك دان يا مستر. طب ما انا اجيب الورك دان ويبقى هو ده الاجابه اللي هو عايزها. طب ازاي اجيب الورك وانا عندي اف واس بس الاف فاريبل؟ يبقى انتجريشن اف دي اس. بس يا مستر دي متقسمه 2 يا حبيبي، ولا يهمك. مش انت عايزها من الزيرو لحد الفايف؟ قسم المساله 2 انتجريشن، واحده اهي من 0 ل 2 للكلام ده، هي دي الاف ساعتها اس سكوير بلس 1 دي اس. النص الثاني من 2 ل 5 فانكشن الاف اسمها ايه؟ اسمها 13 ماينس 4s دي اس. تبدا تعمل انتجريشن لكل واحده. طبعا بقى انت فاهم بتزود الباور واحد وتقسم عليه، فهنا طلعت في السريع كده s باور 3 على 3 بلس s. هعوض من 0 ل 2 مره ب 2 ومره ب 0 وماينس بعض بلس انتجريشن ال 13 13s ماينس انتجريشن ال 4s 4s باور 2 على 2 يعني 2s باور 2. اوعى تنسى انت بتزود الباور 1 وتقسم عليه ما تنساش. من 2 ل 5 اعوض مره ب 5 ومره ب 2 وده ماينس ده. الاجابتين اللي طلعوا بلس بعض طلعت الانسر 5 اوفر 3 جولز. ده هو الورك، والورك هو هو التشينج ان كاينيتيك انرجي. طيب جرافات يا جماعه بقى شويه. الراجل جاي بيقول لي ايه؟ The opposite figure represents the graph of two functions f and its derivative f dash. If the curve of the function f represents the work done by a force during the time interval من 0 ل 3. الله، بيقول لي ان الفورس هو الورك دان. قبل ما اكمل المساله، هو مسمي دي اف داش ومسمي دي اف، بكبرها لك اهو. لما الاف تبقى الورك يبقى مين الاف داش؟ مين يا جماعه الدريفاتيف الورك؟ هتقول لي يا مستر هو الباور. يبقى الرسمه دي رسمه الباور. اما هو قال لك هات لي الباور اوف ذا فورس عند t equal 1، خلاص يا معلم، يبقى تروح عند تايم 1 تطلع 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 لغايه ما تخبط في اللاين بتاع الباور اللي هو ده وتمشي، تبقى الانسر ايكوال 8 من ثانيه واحده. بس كان لازم تبقى فاهم ان ما دام قال لك الاف هي الورك يبقى الاف داش هي الباور. طيب انا عايز اروح الاول على كام جراف كده نخلصهم كده مع بعض واحنا فايقين. السؤال اللي قصاد عينينا ده يا جماعه كبروا بس شويتين كده. بص السؤال بيقول لجنبك ايه؟ جاي راجل يقول لنا يا جماعه ال opposite figure represents force displacement. لا قبل ما اقرا المساله بقى، قبل ما اكملها، انا قلت لك كلمه السر. بص على الاكس اكسس والواي اكسس مكتوبين مين ومين. اف واس يا مستر، انا كان عندي يا مستر انتجريشن اف دي اس يطلع الورك. لو طلبت مني الورك يا مستر هعرف اجيبها لك. طب تعالى نشوف هو طالب ايه. بيقول لك displacement من 0 ل A if the ratio between the work done by the force F1، هو مسمي دي F1 ومسمي دي F2، to the work done by the force F2 equal 4 over 5. يبقى ال A بكام؟ ولا ليك دعوه بيه. هو بيقول لك الريشيو ما بين work F1 على work F2. ازاي اجيب work F1؟ هتقول لي يا مستر area under graph، ما هي الانتجريشن. ما انت اللي قلت انتجريشن اف دي اس يطلع الورك. يبقى ورك اف 1 يا مستر هاف تايم بيز تايم هايت، عشان تراينجل، هاف تايم 10 تايم 40 كده 10 كده 40 يبقى يا مستر 200 ريشيو، عشان هو اللي قال ريشيو. الورك دان باي اف 2
يبقى هاف تايم بيس تايم هايت. البيس من زيرو لاي يبقى اسمها ايه؟ هاف تايم ايه تايم هايت مدهني ب 20. هاف تايم 20 تبقى 10 ايه. هو قال لي ان كل ده ايكوال 4 اوفر 5. بمنتهى البساطه يا باشا هتعمل كروس مالتيبليكيشن، 200 تايم 5 ديفايد 4 اداني 250، ده ايكوال 10 ايه. ماشي ال 10 بالديفايد 250 ديفايد 10 تطلع الانسر 25. يبقى يا جماعه كلمه السر عندك في الجرافز تبص على الاكس اكسس والواي اكسس هم مين وتربطها باللي انت عارفه. طب جرافات تاني جاي بيقول لي الاوبوزيت فيجر ده مومنتم تايم. بص يا بشوية مومنتم تايم، ها تعرف تطلع ايه من المومنتم تايم؟ هتقول لي يا مستر الاتش ايكوال ام في، ممكن يربطها لي بالفيلوسيتي بالكاينيتيك انرجي. تعالوا نشوف. طبعا انت عارف برضو ان ديريفاتيف المومنتم اللي هو الام في يدي لك ام ايه اللي هو الاف لو احتاجناها يعني. طب هنا بيقول لك ايه؟ ده المومنتم وده التايم. A body of mass 5 كيلوغرام moves in a straight line. Then the kinetic energy of the body at time equal 3 تبقى كام؟ طب مش الكينيتيك انرجي half m v سكوير؟ ادي الهاف الام ب 5، انا فاضل اجيب الفي عند تايم ايكوال 3. هتقول لي يا مستر ولا حاجه، هو انت من الجراف يا مستر تعرف تطلع مين؟ قلت لك انا اعرف اطلع الاتش المومنتم عند 3 بكام يا مستر؟ قلت لك ب 60. قلت لي طب تعالى اكتبها بس يا مستر، مومنتم ايكوال 60. مش المومنتم يا مستر ام في؟ قلت لك اه. قلت لي يا مستر ما المومنتم الام 5 الفي انا عايزها عند 3 المومنتم عند 3 ب 60. من هنا يا مستر انت جبت 60 ديفايدد 5 جبت الفي ب 12. كده انا جبت الفيلوسيتي امتى؟ عند تايم 3 عشان واخد ال 60 بتاعتها. خلاص كده يبقى الفي ب 3 ب 12 اعملها باور 2. اي حد يحسبها لنا هيلاقي الانسر 360 جول. طب حلو جدا. اللي تحتها برضو بيقول لي الاوبوزيت فيجر ريبريزنتس باور تايم. باور تايم قبل ما اكمل، مش انت هتعرف تعمل انتجريشن الباور دي تايم دي تي يطلع مين؟ مش احنا يا جماعه ديريفاتيف الورك يديني باور، يبقى انتجريشن الباور يديني ورك لو طلبها. تعال نشوف هو عايز ايه. بيقول لك في فورس اكتنج على البادي اوف ماس 1 كيلوجرام موفينج ان ستريت لاين ديورنج ذا تايم انترفال من 0 لحد ال 5. If the velocity of the body at time equal 3 is 10 meter per second and its velocity at t equal 4 is v meter per second، هات لي الفي بكام؟ هقول لك في ايه يا مستر ده؟ عشان كده دي فايده اللي احنا كتبناه في الاول. تعال نجيب الورك كده، ولما الورك يجي هنقدر بعدين نشتغل ونجيب اي حاجه منه. الورك يا مستر الراجل بيتكلم من تايم 3 لتايم 4، يعني بيتكلم في الحته دي. فانت هتقول لي يا مستر الورك يبقى انتجريشن من 3 ل 4 الباور دي تي. ما دام مش مدي لك الفانكشن بتاعتك يبقى تجيب انتجريشن اريا اندر كيرف. طبعا ده ترابيزيوم، الاجابه بتاعته ايه؟ الاريا بيز 1 اللي هي 19 بلس بيس 2 اللي هي 25 اوفر 2 تايم الهايت اللي هو 1. لو حسبنا يا جماعه الكلام ده 19 و25 ادي كده 44 اوفر 2 22. طلع الورك ده ب 22. هتقول لي يا مستر ماشي ايه علاقه الورك بالفي؟ هقول لك يا باشا مش من اهم قوانيننا اللي قلنا عليها ان الورك هو هو تي ماينس تي نود؟ تي ماينس تي نود ايكوال ورك دان، اللي تشينج ان كاينيتيك انرجي ايكوال الورك دان. طيب انا عندي النود البدايه 3 والنهايه 4. طيب تي مفروض هاف ام في سكوير، ما دام ده بادي واحد نفس الام تبقى هاف ام
في v عند 4 أنا عايزها. v سكوير ماينس ال v عند 3 هو اداني ب 10. 10 سكوير يبقى هاف في m. طبعا ال m مديها لك ب 1 يبقى ملهاش لازمة. هاف في 1 في v سكوير ماينس 10 سكوير، كل ده يطلع لي ورك دان اللي هو 22. حل بقى ايكويشن، مشي الهاف بالديفايد بقت 44 بلس 100 بقت 144 سكوير روت، يطلع لك الانسر 12 متر بير سكند، يبقى الفي ب 12 متر بير سكند. طب جرافز تاني، ندور كده على الجرافز عشان هي دلوقتي يعتبر اهم حاجه بالنسبه لنا برضو في الجزء ده. هنا جاي بيقول لي يا جماعه a body fell from height h above the ground surface. Which of the following represents the relation between the potential energy and the height of the body? كلنا عارفين القانون الـ potential energy mgh. طيب هو بيقول لك انه واقع من height h above the ground surface، يعني المفروض يا شباب هو كده اعلى potential وبيقعد ينزل 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 لغاية ما يوصل للأرض، يبقى الـ potential بتاعته زيرو عشان الـ height زيرو، وهو بينزل بيقل الهايت بيقل بمعدل ثابت اللي هي الجرافيتي اكسلريشن 9.8. يبقى انت جنبك لو دورت هنا انهي واحده البوتنشال وصلت زيرو، هتقول لي يا مستر بص كده بالراحه، الاجابه الصح هي سي. هنا الهايت كان عالي، تنزل 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 اخرك خالص بقى عند الزيرو اللي هي اخر على الارض، البوتنشال انرجي ايكوال زيرو. يبقى الجراف الصح يا جماعه هو جراف سي. طيب كلام جميل جدا. اللي بعدها جاي بيقول لي يا جماعه الجراف ده مومنتم تاني، مومنتم تايم، وبيقول لي ماس 5 كيلو جرام موفز ان ستريت لاين اف ذا كاينيتيك انرجي اوف ذا بودي از 1000 جول ات تايم تي. يبقى التي بكام؟ طيب بالراحه كده انت حضرتك اللي انت عارفه ان المومنتم ايكوال ام في، هو مديني الام 5 يبقى الاتش ايكوال 5 في، اداني الكاينيتيك انرجي اوف ذا بودي از 1000 جول. طبعا يا اساتذه الكاينيتيك انرجي هي تي ايكوال هاف ام في سكوير. طيب هتربط الدنيا الاثنين مع بعض ازاي؟ هتقول لي يا مستر ادي هاف الام ب 5، الفي انا مش عارف، انا محتاجها يا مستر، ولو عرفتها اقدر اجيب الكاينيتيك انرجي او التي اللي هو عايزه. طب بالراحه كده من الفيجر ده تقدر تطلع ايكويشن الستريت لاين. طبعا عندك 2 بوينتس، الايكويشن احنا حافظينها واي ايكوال ام اكس بلس سي، السي دي الواي انترسبت هنا بزيرو، السلوب واي 2 ماينس واي 1 ادي 20 على اكس 2 ماينس اكس 1 ادي 1، فالسلوب طلع ب 20، الواي اسمها اتش الاكس اسمها تي، يبقى الاتش ايكوال 20 تي. طب الاتش ايكوال 20 تي وانت بتقول ان الاتش اصلا 5 في، طب مش ده معناه يا جماعه ان ال 5 في ايكوال 20 تي؟ من هنا اقدر اجيب الفي اللي هعوض بيها، الفي ايكوال ماشي ال 5 بالديفايد 20 على 5 بقت 4 تي، تعالى بقى اعوضها هنا 4 تي باور 2، كل ده ايكوال الكاينيتيك انرجي اللي هو 1000 جول. ايكويشن هحلها هطلع التي، همشي هاف تايم 5 دول بالديفايد، بعدين الباور 2 بالسكوير روت، بعدين ال 4 بالديفايد، يطلع لحضرتك التي ايكوال 5 seconds. نخلي بالنا الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. طيب هل في أي جرافات تاني؟ طب بص هنا. Two bodies A and B are moving with a constant power. بس power A bigger than power B. Which of the following illustrates this؟ قبل ما تستعجل بص على الـ x-axis والـ y-axis شوفهم هم مين. ده الأربعة ورك وتايم. يا مستر إيه علاقة الباور بالورك؟ إيه يا باشا أنت نسيت ولا إيه؟ مش الباور أصلاً
هو الديريفاتيف الورك بتاعك، فانت لو جبت ديريفاتيف الورك يطلع الباور. هنا هما الاثنين كونستانت، لو جبت ديريفاتيف يبقى زيرو. طب ده هو بيقول لي لا هي كونستانت باور. طب يا مستر الاثنين دول ماشي هما لينير، لو جبت ديريفاتيف يبقى كونستانت باور فعلا، بس الاثنين سيم انجل، يعني الاثنين سيم سلوب بمعنى ادق، فكده طبعا الاثنين قد بعض. طب بص بقى هنا دول لينير، لو اتعمل ديريفاتيف يديني كونستانت، وسلوب الايه اللي هو الانجل اللي عاملها مع الاكس اكسس يعني الديريفاتيف اكبر من ديريفاتيف البي، يبقى باور الايه اكبر من باور البي، يبقى الاجابه الصح هي سي. اما هنا ده كيرفد، لو اتعمل ديريفاتيف يطلع لك لينير مثلا ما يطلعش كونستانت، يبقى الاجابه الصح هي سي يا جماعه زي ما قلنا. طيب بص هنا اسئله جميله جدا، هنا الراجل يا جماعه بيقول لي الفيجر ده، قبل ما ابص هنا يا مستر اتش مومنتم وتايم، اداني البادي الماس بتاعته 2، then the kinetic energy of the body when t equal 3. طب بالراحه كده، هو من الرسمه ال t equal 3 عند ال 20، يعني انت لو حابب تقول h equal mv ال m بتاعتك ب 2 يبقى h equal 2 v، لو انت بتشتغل عند ال 3 ال h ب 20 يبقى 20 equal 2 v، من هنا انت جبت ال v 20 divided 2 تطلع 10. طب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الكاينيتيك انرجي تبقى هاف ام اللي هي 2 في v سكوير اللي هي 10 سكوير، ادي 100، تطلع الانسر 100 جولز. طيب كلام جميل جدا يا جماعه، وريت الناس تبقى مستوعبه اللي بيتقال ده كويس. اللي بعدها جاي بيقول لنا ان الرسمه دي باور تايم. قبل ما اكمل باور يا مستر، انتجريشن الباور دي تي عشان ده تايم يطلع لك الورك دان اللي هو تشينج ان كاينيتيك انرجي لو احتجتها تي ماينس تي نوت. جه قال لي ده باور تايم جراف اوف ا كونسرفاتيف فورس اكتنج اون ا بادي ديورينج ذا تايم انترفال من 0 ل 8. If the body starts its motion with potential energy of magnitude 30 joules, then the potential energy of this body after 2 seconds from the beginning of motion equal A. حلو، هو اداني ال potential في البداية اللي هي ال P node مداني ب 30، وعايزني اجيب ال potential after 2 seconds. طيب الناس لو تفتكر معانا، مش احنا قلنا T minus T node equal work done؟ قلت لي اه قلنا، وساعتها قلنا ايه بقى لو الناس تفتكر معانا؟ كنا قايلين T minus T node equal P node minus P، يعني اقدر اقول ان ال P node minus ال P equal negative الورك done. الناس تفتكر معانا كده، فاحنا هنجيب الاول الورك عن طريق الانتجريشن للباور دي تي، هو عايزها من 0 ل 2، هو اللي قال بدأنا فين starts the motion وعايزها after 2 seconds. طب انتجريشن من الرسمه مش مديني فانكشن، يبقى اريا اندر جراف، ده تراينجل هاف تايم بيس تايم هايت هاف تايم 2 تايم 2 طلع الورك ايكوال 2. طيب ما دام الورك ايكوال 2 انت بمنتهى البساطة تقوم جاي قايل لي يا مستر يبقى P نود ماينس P ايكوال الورك دان، او P ماينس P نود ايكوال نيجاتيف ورك دان، مش فارق. ما هو يا جماعة انت القانون بتاعنا بيقول ايه؟ بيقول لك P بلس T ايكوال P نود بلس T نود، فانت لو قلت T ماينس T نود تبقى هي P نود ماينس P، فيبقى P node minus P equal work done. ال P node ب 30 minus ال P أنا عايزها equal ال work done اللي هي 2. 30 minus كم يديني 2؟ تطلع 30 minus 28، يعني الأنسر الصح هي إيه؟
هل فاضل لنا اي جراف يا جماعه تاني؟ طيب بص رقم 30 دي، الراجل بيقول لي ده اخر جراف معايا، ادي الفورس واس، فورس واس. قبل ما اكمل انتجريشن اف دي اس، مين ده يا مستر؟ ده برضو الورك دان، يعني انا لو اتزنقت هجيب اريا اندر جراف. طب قال لي ان الفورس بالنيوتن وده ايسوسيلس ترابيزيوم اي او ايكوال بي سي. قال لي بقى الاو سي قد الاي بي ثلاث مرات، يعني لو سمينا الصغنن ده اكس يبقى الكبير ده اسمه 3 اكس. بيقول لك the work done by this force when the body moves from s equal 0 to s equal OC كلها equals 80 جولز. يبقى ال OC بكام؟ جماعة ده هو مبينها لك، هو مدي لك ال work done. طب ما انت عارف ال work done تبقى مستر integration f dx ds، يبقى area under graph. ده ترابيزيوم، الرول بيقول base 1 plus base 2 اللي هما الاثنين parallel x plus 3x over 2 تايم الهايت، الهايت بتاعنا اهو اللي بيوصل الاثنين البارلل اللي هو 10، كل ده يا مستر المفروض ايكوال 80 جولز. طبعا هنمشي ال 10، 80 ديفايدد 10 بقت 8 ايكوال x plus 3x 4x، 4x ديفايدد 2 ب 2x، مشي ال 2 بالديفايد طلعت الاكس ب 4. هو عايز الاو سي بكام؟ طب ما الاو سي اسمها 3x، يبقى 3 تايم 4 يطلع الانسر 12 meters، يبقى انت جبت الاو سي بتاعتك. احنا يا جماعه يعتبر يعني ركزنا قوي قوي على الجرافز، عشان هي يمكن اللي عليهم شويه مشاكل بس في التشابتر ده. مثلا شويه اسئله، لو انت عندك كويستشن 28 بيقول لحضرتك ان الباور اوف ذا ماشين ات تايم تي سكندز ايكوال كذا، يبقى الورك دان within the fourth second in work units equal قد ايه؟ طب ركز كده معايا، مش انت عارف ان الورك هو integration الباور دي تي؟ طب يا مستر يعني ايه fourth second؟ الثانية الرابعة يا جماعة بتبدأ من 3 لغاية 4، يعني من الثانية 3 لحد 4 الجزء اللي ما بينهم اسمه الفورث سكند. فيبقى انا كده عايز يا مستر اعمل انتجريشن من 3 ل 4 لل 9 تي سكويرد بلس 4 تي دي تي. خلاص هتعمل انتجريشن 9 تي باور 3 على 3 بلس 4 تي باور 2 على 2، هتطلع 3 تي باور 3 بلس 2 تي باور 2، الكلام ده من 3 ل 4، عوض التيهات مره ب 4 ومره ب 3 واعمل الاثنين ماينس بعض يطلع لك 20، يطلع لك الانسر 125 ورك يونت. طب مثلا 27 بيقول لك a body is placed at the top of an inclined smooth plane slides down and reached the base of the plane if the change in the kinetic energy سماها ايه؟ يبقى ال change in potential energy يا جماعه تاني وتالت ورابع P plus T equal P node plus T node. Change يعني after minus before. بيقول لك اللي change في الكاينيتيك اسمه ايه؟ طب ما تيجوا نظبط مسألتنا. هو يا جماعة مش T minus T node تبقى equal P node minus P، بنعكس زي ما اتفقنا. اللي change في الكاينيتيك equal lost في البوتنشال. هو سمى دي ايه؟ اكيد يبقى بي نود ماينس بي برضه بايه، اللي هي تبقى يعني بي في ساعتها الاي قد بي، بس ده لو قال لك اللوست ان بوتنشال. هو هنا قال لك التشينج ان بوتنشال يعني بي ماينس بي نود. طب ما دام بي ماينس بي نود، لا يا مستر يبقى الاي ايكوال نيجاتيف بي عشان هو سماها بي، فيبقى يا مستر الاجابه الصح هي سي عشان هو عكس الاثنين مكان بعض. طيب لو مثلا بصينا كده على كام سؤال يا جماعه سريع مع بعض كده، نشوف مثلا 23 بيقول ايه؟ A stone of mass 4 kilogram is projected vertically upwards from the ground surface if the magnitude of the work done against the weight to reach the maximum height is 1176 joule. Then the maximum height the stone reached
يبقى ايه؟ طيب اولا هو مدي لك الورك دان، بس الورك دان اجينست ذا ويت. طب يا شباب، مش هو لو قال لك الورك دان هو بيحذفها لفوق والويت لتحت اللي هو الام جي، لو هو بيقول لك ذا ورك دان باي ذا ويت واحنا اتجاه الحركه لفوق، يبقى الويت عكسي، يبقى نيجاتيف ام جي اس. لكن هو قال اجينست ذا ويت يبقى اتجاهه معايا، يبقى بوزيتيف ام جي اس. الورك دان 1176، الماس 4، جرافيتي اكسلريشن 9.8، في الاس اللي هو الماكسيمم هايت اللي هو طالبها. هنشتغل الكلام ده، نعمل 4 باي 9.8 ونمشيها بالديفايد هناك، يطلع لحضرتك ان الانسر الصح 30 meters. طيب كلام جميل جدا جدا جدا. لو مثلا برضو بناخد كده كام سؤال يعني نمشي نفسنا، 19 جاي بيقول لي ايه يا شباب في 19؟ جاي بيقول a force of magnitude 49 F newton acts on a body moving in a straight line if its velocity at a certain moment is 15 V meter per second. يبقى ال power of the force at this instant equals كام هورس؟ طب اولا الباور في لحظه معينه بتيكوال اف في، طب الاف ب 49 اف ملتبلاي الفي الفيلوستي ب 15 في. لكن ارجوك خلي بالك هو قايل لك بالهورس. طب دي كده ايه؟ دي كده نيوتن دوت متر بير سكند اللي هي تعتبر وات. طب انت عايز تحول بقى، تحولها ان هي دي نيوتن متر بير سكند، عايزها هورس، يبقى من وات لهورس بنعمل ديفايد 735. اوعى تنسى لو حسبت 49 تايم 15 ديفايد 735 هيكنسلوا بعض هتطلع 1، يبقى الانسر في الاخر اف في. طب مثلا نبص على 18، مديني فورس اف 1 اف 2 اف 3 act on a body for half second if their impulse on the body equal كذا، يبقى الـ A time B بكام؟ افتكر كده من الشابتر اللي فات الـ impulse يا جماعة بتاعنا كان FT، لو الناس تفتكر الـ impulse كان FT. الـ impulsive force دي مش F واحدة، دي resultant الفورسز. طب اجمع كده الفورسز، الـ I مع الـ I مع الـ I، الـ J مع الـ J مع الـ J. طيب هنا A و A و 3، يبقى 2A plus 3 ده في اتجاه الـ I plus الجيس بقى B و 2 و negative 1 2 و negative 1 ادي 1، تبقى 1 plus B اللي هي B plus 1 في اتجاه الـ J. ده مين؟ ده كله الفورس. طيب هو قال لك الكلام ده لو اتضرب في التي، التي مدالك بهاف، يعني اضرب ده في هاف وده في هاف، يدي لك الامبلس. هو مين الامبلس؟ قال لك 2i plus 4j. يبقى كل اللي على حضرتك تظبط لي الايات مع بعض والجهات مع بعض. ركز كده معلش، تعالى نشتغل انا وانت بس بسرعه شويه. لو عملنا دخلنا الهاف على الاثنين دول، هاف ال2 ب1a هاف ال3 ب1.5، ده كله في اتجاه الاي، دخل الهاف على الاثنين بقت هاف b plus هاف ال1 ب0.5j. كلنا عارفين لما الاقي ايكوال اساوي الاي من عندي بالاي من عنده والجي من عندي بالجي من عنده، يبقى a بلس 1.5 ايكوال 2. اهو مشي ال 1.5 بالماينس يبقى الاي بهاف. طيب الجي قد الجي، هاف بي بلس 0.5 ايكوال 4، مشي الهاف بالماينس بقت 3.5 ديفايدد هاف تطلع البي ب 7. جبت الـ A جبت الـ B، هو عايز A multiply B، لو عملنا half multiply 7 تطلع 3.5 اللي هي 7 over 2. طيب كلام جميل جدا يا جماعة. لو بصينا مع بعض على 17، It's wanted to pull a body of mass 1 ton on a rough plane inclined to the horizontal with an angle of measure theta. قمت راسم الأول رسمتي هنا ثيتا، بيقول لي ان تاني الثيتا ب 3 اوفر 4 اقوم رايح راسم لها تراينجل رايت لوحدها، التان اوبوزيت على ادجيسنت، بايثاجورس جبنا ده 5، سكوير روت 3 سكوير بلس 4 سكوير. طيب
البادي بتاعي اهو هو 1 طن زي ما الراجل قايل. انا بعمل له بول باي ا فورس بارلل تو ذا بلين ان ذا دايركشن اوف ذا لاين اوف ذا جريتست سلوب ابوردز. دي الاف اللي انا بسحب بيها. Then the kinetic coefficient of friction between the body and the plane equal نقط. يعني بيسأل عن الميو كي بكام. If the least force keep the body moving upward of the, on the plane is of magnitude 1400 kilogram weight. طب ركز يا شباب. تعال نظبط رسمتنا. هنا بنطلع بالنورمال رياكشن. بنزل باللاين ده. بنزل هنا بالويت بتاعي. هو الويت 1 طن فيبقى ام جي. لكن ده 1 ام جي ماشي. هنا انجل ثيتا هتجيب هنا ام جي كوساين ثيتا. بنظبط الرسم الاول بدون ارقام عادي. هنا ام جي ساين ثيتا. طيب انت الفورس الفوق يبقى انت عندك فريكشن هنا بقت ميو كي ان الفريكشن فورس بتاعتك. ركز بقى في اللي احنا هنعمله مع بعض. اولا up equal down عشان مفيش حركه فوق وتحت يبقى ال n equal mu g m g cosine theta. حلو. هو قال لك ان least force which keeps the body at moving with uniform velocity. least force يا جماعه هتخلي البادي moving with uniform velocity. يبقى نعمل يلا هنقول up equal down او motion minus anti motion equal m a. طب هنا مش هيبقى في اكسلريشن عشان هيمشي بيونيفورم فيلوستي فيبقى اب ايكوال ده او ده ماينس دول ايكوال زيرو فبقت اف اف ماينس ام جي ساين ثيتا ماينس ميو كي ان اللي هو ام جي كوساين ثيتا كل ده ايكوال زيرو. طب نبدا نحط ارقامنا بقى. الاف اللي هي الليست فورس بتاعتي اللي هتخليه ماشي باليونيفورم فيلوستي فبقت 1400 لكن خلي بالك ده كيلو جرام ويت يبقى باي 9.8 ماينس الام 1 طن يعني 1000 كيلو جرام في 9.8 في ساين ثيتا الساين اوبوزيت على هايبوتنس يعني 3 على 5 ماينس ميو كي انا عايزها في ام اللي هي 1000 في جي 9.8 في كوساين ثيتا ادجيسنت على هايبوتنس 4 اوفر 5 ايكوال 0. ايكويشن كامله ناقصها بس الميو كي. حضرتك بقى هتحل ايكويشن تلاقي الميو كي طلعت لك ايكوال 1. طيب يبقى شباب الليست فورس كيب ذا بادي موفينج ابورد دي اقل فورس يبقى بتخليه ماشي بيونيفورم فيلوستي يعني مفيش acceleration عندنا. طب لو بصينا مثلا على question 16 جاي بيقول لي a body of mass 2 kilogram is projected vertically upward with velocity 49 meter per second after time t second its kinetic energy بقت 88.2 kilogram weight meter then its potential energy equal كام. طيب اشتغل معايا نفس القانون الجامد قوي t plus p equal t node plus p node. فالراجل مديني الكاينيتك انرجي اللي هي بقت اللي هي t فانا اجيب التي نود الاول half m اللي هي 2 في v سكوير يعني 49 سكوير تطلع 2401. بس انت كده جايبها ايه يا معلم؟ كيلوجرام متر بير سكند يعني انت مطلعها جول. طب حلو جدا يا مستر. بعدين ابدا اشتغل على الرول بتاعي. بس خلي بالك هو عايزها بالكيلوجرام ويت. فيبقى انت حضرتك تعمل ديفايد 9.8 عشان تحول من نيوتن متر اللي هو جول لكيلوجرام ويت متر. طلعت 245 كيلو جرام دوت ويت متر عشان ده اللي هو عايزها. ابدا بقى اشوف الشغل اللي عندي. احنا عندنا تي بلس بي ايكوال تي نود بلس بي نود. عندي التي وعندي التي نود. طيب البي نود هي لو على الارض الهايت بزيرو يبقى البي نود بزيرو
يبقى عشان اجيب البي اللي هو عايزها همشي التي هناك تبقى تي نود ماينس تي. التي نود 245 ماينس التي اللي هو قايلها 88.2، طبعا كلهم كده نفس اليونت كيلو جرام متر، فيطلع على طول كيلو جرام ويت دوت متر. احسب تطلع الانسر 156.8. ده يا جماعه يعتبر يعني ملخص كده على القصه بتاعتنا في تشابتر 4. لو مثلا عايزين ناخد سؤال كمان او حاجه مثلا يعني نقدر نجيب مع بعض، مثلا نشوف ايه كويستشن 10 جاي بيقول لنا ايه. كويستشن 10: if a body moved in a straight line under action الفورسي دي from the point A 1 و0 to the point B 3 و3، هات لي الورك done by this force in work unit. مستر الورك يا مستر F في S. قلت لك صح، المفروض تجيب F في S ما دام احنا بقى شغالين فيكتورز كده. الاف يا مستر معايا 5 ونيجاتيف 3 دوت الاس بقى، طبعا هو ماشي اي بي يبقى المسافه اسمها اي بي، بلغه الفيكتورز بتبقى بي ماينس اي. يلا اكس ماينس اكس، واي ماينس واي، 3 ماينس 1 بقت 2، 3 ماينس 0 بقت 3. في الدوت برودكت من السوليد جيومتري اكستريمز ماينس مينز 5 في 3 15 ماينس نيجاتيف 3 في 2 في نيجاتيف 6 بقت بوزيتيف 6. 15 بلس 6 لا معلش احنا عملنا، احنا هنعمل 5 في 2 الاكس في الاكس بلس الواي في الواي، احنا دخلنا احنا عملناها كروس برودكت معلش. لا احنا بنعمل يا جماعه في السكيلر برودكت او الدوت برودكت نعمل اكس في اكس بلس واي في واي، فبقت 5 باي 2 اللي هي 10، نيجاتيف 3 في 3 اللي هي نيجاتيف 9، 10 ماينس 9 تطلع الاجابه 1. عذرا يا شباب. 11 ممكن نختم بقى بيها. 11 جاي بيقول لنا ايه يا جماعه في السؤال؟ A smooth sphere of mass 400 جرام moves with velocity of magnitude 70 سنتيمتر per second in a straight line on a horizontal smooth plane. اهو اهي 400 جرام ماشية بفيلوستي 70، شكلها كولاجن، جرام وسنتيمتر بير سكند، تمام كده. It collided، لسه بنقول اهو، another smooth sphere of mass 800 جرام at rest، الفي بتاعتها بزيرو. يبقى ماشية كده. Then it begins motion after the collision directly with velocity 35 سنتيمتر بير سكند، اللي هي التانية. اتحركت بعد الخبطة بفيلوستي V2 داش بقى، ودي V2 ودي V1 35 in the same direction of the motion of the first sphere، يمين كده. Find the lost kinetic energy because of collision. Lost يا جماعة يبقى first minus second يعني T نود minus T. طب ركز بقى يا معلم، أول ما بنشوف collision كلنا بلا استثناء بنكتب M1 V1 plus M2 V2 equal M1 V1 dash plus M2 V2 dash. يلا نعوض M1 V1، طبعا انت حاطط الاتجاه ده البوزيتيف بقى 400 by 70 plus M2 V2 800 by 0 بقت 0 equal M1 ب 400 V1 dash مش عارفها لسه plus M2 800 في V2 داش 35. إكويجن أعرف أطلع منها ال V1 داش، احسب ده ودي بالماينس هناك ديفايد 400، طلعت V1 داش بزيرو يعني الكرة دي وقفت. هو عايز إيه بقى؟ هو عايز اللوست إن كاينيتيك إنرجي. طب يا جماعة مش إحنا عارفين إن صم التو كاينيتيك إنرجي بيفور كوليجن يبقى equal the sum of kinetic energy after collision، فاحنا هنجيب the sum of the two kinetic energy before collision. مين ال kinetic energy؟ half mv square. طب before collision يبقى half m الأولى اللي هي 400 v square يعني 70 square plus half mv square طبعا 0 التاني
طلع الكلام هنا 98 تايم 10 باور 4، ده كده الكاينيتيك انرجي بيفور كوليجن. طب سام الكاينيتيك انرجي افتر، طبعا كده الاجابه طالعه بالارج عشان جرام سنتيمتر بير سكند. افتر بقى تبقى هاف ام 1 في 1 داش سكوير، طب هو بزيرو يبقى زيرو، بلس هاف ام 2 اللي هي 800 في في 2 داش اللي هي 35 سكوير، طلعت 49 تايم 10 باور 4 ارج برضو. ده يا جماعه يعتبر الكاينيتيك انرجي بيفور الكوليجن، ده يعتبر الكاينيتيك انرجي افتر الكوليجن. بس صم عشان دول حاجتين جبنا صم وصم، هو عايز اللوست ان كاينيتيك يبقى اللي طلع بيفور ماينس اللي طلع افتر، يعني حضرتك هتعمل 98 تايم 10 باور 4 ماينس 49 تايم 10 باور 4، هتلاقي الانسر طلع لك 49 تايم 10 باور 4. اتمنى يا جماعه الفيديو ده يبقى ظبط حاجات كتير في تشابتر 4، سواء اسئله بالشكل ده او الجرافز عشان مهمه جدا، حل كتير قوي وما تزهقش وما تتعبش، خلاص هانت وان شاء الله هنعدي على خير. ولو حاجه اي حاجه عطلان فيها ابعت لي وقول لي ونظبطها مع بعض. بالتوفيق يا شباب، ربنا يكرمكم، السلام عليكم.